شغلي اللي هو على التيك توك طول ما فيه فلوس مش هسيبه، لانك مش هتنفعيني يا عين امك، ومش هينفع اروح اتعالج على نفقة الدولة. بسف على السفافين، شغلي اللي هو على التيك توك او على اي برنامج مش هسيبه طول ما فيه فلوس مش هسيبه، لانك مش هتنفعيني يا عين امك، ومش هينفع اروح اتعالج على نفقة الدولة مع اني فنانة ومن حقي، بس ساعتها هتتنمروا وتقولوا بتاخد دواء الغلابة، فانا بقى مش عايز اخد دواء الغلابة، عايز اعمل علاقات مع الداعمين الجامدين بره، يمكن شيخة من الشيوخ تشوفني تاخدني تشغلني عندها، ليه لا؟ الجمهور اللي بيحبني اللي مش متنمر زعلان قوي ان انا بقول انا عايز اشتغل عند شيخة. نمرة واحد، ماليش ذنب في ان انت عندك خلفية او عندك خلفية بان اللي بيشتغل مع الشيوخ بيروح يشتغل عندهم خدام، ده بناء عن تاريخ الفن من زمان، لان انت جاهلة بيه او انت جاهل بيه. ليه بقى؟ لان تلات ارباع مسلسلاتنا ايام استوديوهات عجمان وعرين واستوديوهات دبي، ايام ما كنا بنسافر نمثل هناك، ولما كانوا ليهم استوديوهات هنا في الزمالك وفي المهندسين، كان في منتجين خليجة بيعشقوا الفنانين، منتجين ومنتجات شيوخ خليجة كانوا بيعشقونا. انتوا بتسألوني فين الدكتور مجدي يصرف عليك؟ لا يا حبيبتي، الدكتور مجدي بيصرف عليا من زمان قوي، الدكتور مجدي مكفي وموفي، الدكتور مجدي بيجيب الفلوس كده يحطها بين ايدين مراته ويقول لها تصرفي.